الحشيش ده شكله جامد قوي. عيب عليك يا تايجر، ده انا جايبه من فوق سور مجرى العيون نفسه. ما انا حاسس ان انا حقق برضه. طب امسك يا سليم. سليم انا ابوك. الله حلو الحطوف ده قوي. ركبوني معاك. تعال تعال يا عمو. اجري 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 واديني يا عمو وصلني وصلني يا عمو وصلني ده حبيب الروح مستني. الله خد ولع خد ولع لسه طفيع. يا مرتي يا مرتي ازاي عليك حبيبك النبي انقذني من العار والفضيحه. ايه ده ماله العفريت راكب هنادي هنادي مراتي يا باروش مش عارف اعمل ايه قاعد الرب مش عارف يعمل ايه يا باروش دي وانا هعمل لك اي اي ما تسترجل شويه ايه اي اي انا مسترجل انا مسترجل ده صوت هنادي هنادي انت بتعمل ايه هنا يا بنت الصرف بتعمل ايه ورا الكنبه الظاهر ان ميسي ابتدى يلعب تاني شكله بيلعب في النهائي وهترسي على ضربات جزاء ما تتظبط يا هنادي فضحتيني اشوف فيك يوم يا ميسي الهي يا رب اشوفك عريان بلبوص والعيال بتزعلك بالطوب وتتفضح فضيحة القطط في السوق ماشي يا ميسي الهي يا رب الاقيك بتلعب في مركز الشباب بني ميسي هل تسمعني ميسي بس يا عم الحاج ده الناس غنتها السبت والحد وانا غبت ما وردتش على حد يعني كانك انت يا ميسي ماليش غير هنادي الغلباني طب اطلع للاخر ماشي والله العظيم لو عفريت من ظهر عفريت تظهر لي اظهر لي يا ميسي يا ابني مو ميسي اي اي وبتلاولني التاني اي يا ابويا ده بيضرب تحت الحزام يا مرشدي انا فوقي اي لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر مش نافع انا اجيب له خابور ولا ايه خابور ايه بس يا تايجر وسعني يا فرعون اصحى يا ابن النيل فشلت برضو لو سالتك انت مصري تقول لي ايه قول لي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليك قولها باعلى صوت وارفع راسك لفوق انا مصري وابويا مصري بضماري ولوني مصري شفت يا جد ميسي واللي عمله فيك؟ ما أنا عشان كده ما أقدرش أقوله لا ده قادر ومتسلط لا وإيه؟ ميسي ده حريف 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 وعلى قلبه فلوس قد كده والعمل يا برشدي شو علي؟ طمني يا عمالي بقول الله أنا هطلع ميسي ده من على جدتك هتطلعه ازاي يا رشدي بإيه؟ بأي طريقة يا أخي إن شاء الله حتى أبوس دماغه وإن ما طلعش يا رشدي بإيه؟ في الحالة دي بقى أحطر ابوسه من بقك ابوسك انا بقك يا رشدي بيه هتطلع العفريت ازاي هعمل لها زار